لما نتنقل بقى على الجزء بتاع الريسبونس نفسه، في عندنا كذا حاجه ممكن هي تحكمنا. يعني اول حاجه السبيد اوف موفمنت، يعني عشان انا يعني كبني ادم اتحرك عشان اعمل حاجه معينه. في عندنا حاجه بتحكم الجزء دوت اسمها فيتس لو، بتقول لنا الموفمنت تايم بت increase proportionally with distance to the target، وبتقل مع اللارجر تارجت سايزز. فلازم اكون واخد الكلام ده في اعتباري برضو وانا مثلا بطلب من اليوزر انه يعمل اكشن معين في استعمال الجهاز الطبي. في عندنا برضو مجموعه من البرنسبلز كده علشان نعمل ايكونومي للموشن، يعني يبقى الموشن يبقى يعني بيسكلي كونسيرف الموشن بتاعه اليوزر، عشان بعد كده في الاخر طبعا دي بتاند اب ان هي تاكيوميليت فاتيج مثلا بالنسبه لليوزر. فبنتكلم مثلا ان احنا ريبيتيتيف مانوال تاسكس شو بي افويدد، يعني لو في عندي حاجه محتاجه تكرار، والتكرار ده يعني ممكن المكنه تعمله. طبعا المكنه بتبقى احسن كتير قوي من الهيومنز في ان احنا نعمل حاجات ريبيتيتيف. لو انا بتكلم على horizontal hand movements are faster than vertical، يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو انا بطلب من اليوزر يعمل حاجه وعايزه يعملها بسرعه، يبقى اخلي الحاجه دي مختلفه عن المكان اللي هو نورمالي بيبقى فيه بهوريزونتال displacement مش بفيرتيكال. يعني بتكلم برضو على human على hands should be relieved of work that can be performed by feet. يعني لو في عندي حاجه زرار مثلا المفروض اضغط عليه، لو انا الزرار ده اقدر اعمله برجليا، يعني يبقى في عندي مثلا foot switch ولا حاجه، ده بيبقى افضل. لو بتكلم على مثلا الموفمنت ذات تيك ادفانتج اوف جرافيتي، يعني بتحرك في اتجاه الحركه لتحت، بتبقى احسن وليس فاتيجنج على الحركه الاتجاه لفوق. واحده من الحاجات التانية برضو اللي ممكن تبقى لطيفه جدا احنا ناخد بالنا منها، ان limb movement terminated by mechanical stop are more efficient than those terminated solely by visual cues. يعني لو انا مثلا بحرك arm معين، والarm دي مثلا فرضا يعني بتنتهي لما انا اشوف ان انا وصلت لغايه النهايه، اوكي، من غير ما يكون في اي حاجه تمنعني، اوكي، بتبقى اصعب بكتير ان انا يعني لما يكون عندي ميكانيكال ستوب معناه ان احرك الدراع ده لغايه لما اوصل لغايه حاجه يعني تقول لي ان انا خلاص وصلت للنهايه دي. يعني يبقى في حاجه زي ستوب كده او حاجه زي يعني حاجه توقف الارم دي، يعني يبقى معنى كده ان الكلام ده بيبقى ايه، في احساس تاني يقول لي انا وصلت لغايه النهايه غير بس مجرد الفيجوال كيوز، اوكي. فدي برضو واحده من الحاجات اللي سهل جدا انها تبقى امبلمنتد في يوزر انترفيس بتاع ايه بتاع جهاز. وفي نفس الوقت مثلا ممكن ان انا اتخيل ان حتى لو بتكلم على سلايدرز موجوده مثلا في يوزر انترفيس زي مثلا التي جي سي اللي موجود في الالترا ساوند مثلا، ممكن برضو اتخيل ان انا يعني وانا بحرك الحاجات دي ممكن يبقى في عندي ستابس في النص، ويبقى في عندي ديفينتلي يعني ستوب في الاخر عشان تقولي ان انا فعلا وصلت لغايه النهايه. ما ينفعش ان انا اسيبها كده مجرد ان انا ببص عليها وخلاص. يعني في عندي بعض الحاجات بتبقى افضل طبعا لما يكون عندي ميكانيكال ستوب على ان انا مجرد بس ابقى بعملها بعنايه، مش بوجود حاجه فيزيكال تمنعني ان انا اتحرك زياده.